هنا قبل شوية كانت سهرة حلوة، سهرة فيها جماهير بأعداد غفيرة، خلينا نقول سهرة لفنان مصري قاعد يثبت في وجوده من خلال أغانيه، كوسوسوا على لي ريزو سوسيو وإلا في اليوتيوب وغيرهم. غنية برشا فيكم يعرفوها كما شانسون اتنسيت، الغنية هذه اللي كانت له وجه السعد عليه. نحكيه على مسلم اللي جينا من بلد الفراعنة من مصر، عنده حفلة وحيدة إلى حد الآن، وفما إمكانية أن يكون عنده حفلة أخرى في تونس، هذا حسب ما أكدوا لنا. الناس تحب برشا الجو الشيخات والشيح والفتير، هذا مش ليكم، هذيا غناء الأغلبية متاعو خلينا نقولوا رومانتيك وإلا هكا حزين شوية، والجمهور نتاع مسلم اكيد يعرف النوعيه نتاع الغناء هذا، وهذا الشيء اللي حكيناه معاه في الحوار اللي جمعنا به هنايا في مهرجان حمامات الدولي. يا اهلا وسهلا، عايشك من العراق. من العراق نسمع فيكم قبيله من العراق، وقلت تحيه لتونس وتقولوا العراق. يا اهلا بكم، يا اهلا بكم في تونس على كل حال. يا اهلا وسهلا، باش لقيت اليوم مسلم؟ والله الحفله كانت جميله جدا وممتعه، واستمتعنا كثير بالمطرب مسلم. شنو الفكره اللي عندك علي؟ يعني استمتعنا كثير بالاغاني اللي قدمها اليوم، والحمد لله والشكر، حيل تونسنا، الحمد لله والشكر، شكرا لكم. شكرا يا عسلامة، مرحبا بك في تونس. يا اهلا وسهلا، يا اهلا فيكي. كيفاش جاتك الفكره باش تحضر في مهرجان اليوم؟ والله سمعنا انه اكو حفله للفنان مسلم، واحنا نحب اغاني، وقلنا خلينا نجي نسمع. اكتشفت الاغاني مختلفه على اليوتيوب؟ ايه احلى بالحقيقه، احلى بعد. أيه. اما الاغاني يعني دراميه شويه، وقال لك نكديه. أيه صح، ايه شويه هو الستايل ماله حزين شويه. أيه. بس حلو حلو، استمتعنا كثير. ومش نسيت ولو قلنا اننا عايشين خايفين نتعود، ومش عارفين هنوصل فين، مش ناسي. ولو قلنا اننا عايشين خايفين نتعود، ومش عارفين هنوصل فين، وفي الحال فين هتخسرني وهتوه بعدين، هتخسرني
فنان سمعنا عليك، سمعنا الأغاني متاعك، جينا من مصر العظيمة أم الدنيا، سعداء جدا بلقائك على قناة تونسنا برنامج الفستيفال. شكرا جدا، أنا والله لسعيد جدا بوجودي النهاردة في تونس لأول مرة، ويا رب أكون ضيف خفيف على قلوبهم. يعني احنا عنا عصافير كده، ففي العصفورة قالت انت كنت متقلق اليوم، يعني في شوية ستريس، في شوية تراك. لا هو مش قلق قد ما بيكون فضول، لان انا دايما بتعامل على الحفلة، الحفلة تحديدا بتكون بالنسبة لي مختلفة، ما بتكونش في اطار ان الفنان اللي جاي يزور البلد ويعمل فيها حفلة ويمشي، لا بيبقى عندي فضول ان انا عايز اشوف اهلي في البلد دي عاملين ازاي، لان انا عندي ازمة اكبر ان انا ما بعرفش استنبط الارقام. بمعنى يعني عندي اغنية نازلة في عليها مليون فيو، يعني ايه مليون؟ انت متخيل الرقم؟ عايز اشوف المليون دول على ارض الواقع، فماني فالحفلة هي المنفذ الوحيد اللي تشوف فيها الناس اللي بتسمعك، فبيبقى فضول اكتر ان انا عايز اعرف الشعب ده في الحفلات عامل ازاي، وطريقة تفاعله معايا، هيستقبلني ازاي، هيتعامل معايا ازاي في الحفلة. فالحمد لله بسط. يعني كيفاش لقيت الجمهور التونسي اليوم؟ كان فوق الوصف والله، الحمد لله الفرحة في عيونهم بسطتني جدا، و كنت مبسوط من قلبي. يعني فما اليوم في حمامات مسلم. شكون مسلم؟ فنان مصري مشهور جيم برجوليه ستا برسمي حفله، تعديت جو على الاخر. اكثر اغنيه تحبها؟ نسيت. والاخرين تعرفهم؟ شكون الاخرين؟ الاغاني الاخرين عارف اكيد غنينا دفاتر غنينا دفاتر حلوه والله. ايام وصباح كلامنا فاتر، مش لاقي حد غيرك حتى في البعاد غازل في الدفاتر، الشعر بيحكي عن مفاتر، ايامنا كنا بنحلم ولا تحت غير قلل اللي بينا بالايام وصباح كلامنا فاتر، مش لاقي حد غيرك حتى في البعاد غازل مرحبا. عايشك ميرسي. سافا الحمد لله. حمامات الليلة. حمامات وي نتابع فيك المحلة ديما محلاه الفستيفال والجو والدنيا. الفستيفال حتى نحن والأجواء، كيفاش لقيت مسلم اليوم؟ والله أنا فان بيه على الآخر، يعني غنيت كل نعرفها ديجا طلعت سيرسين. شفتك أنت شعطيت قبيل بومة. فما واحدة جاي ضيف عطي بومة. هو يحب، هو الشعر نتاعو ديجا في الكليبات وكل بومة، ويحب يسر البوم، وانا هذيك تعز عليا برشا. دونك عطيت روحي يحبها. لا خاطر انا نحبها زاد. تحب البوم؟ فبرشا بيت يحبوا البوم. اي دونك محلاه بالحق، صوته احساس، غنى بالكدا، فرحانين اون فريجينا من تونس احنا، دونك عملنا جو. ان شاء الله جميع عاد يرجع لنا. اكثر اغنيه تحبها المسلم؟ الف في الدفاتر. الجو خرق العاده، حفله الحمامات. لا حفله لا تبارك الله، وحتى الفنان هذا الحق عجبك مسلم؟ عجبني، انا ما نعرفوش راهو، اما بنتي هكا هزتني تبارك الله، فهمت عجبني، والحق عنده كلمات طيبه ولحن، فما امبيونس، فما امبيونس، فما برشا زاد دراما، اي فما رومانسيه كما نقولوها، فهمت رومانسيه تو هذه رومانسيه. منا هاو مشي على روحه هاو درشنية. على كل فنان أو الشباب الكل مغروم بي، فهمت.
معك تونسي لأن قبل قلت علمونا تونسي شوية فخليك تعمل مجهود مش مشكلة مسلم. قلت أنه مش ندخل في الجو النكدي، يا أخي بدينا في النكدي من اللي بدينا للي خلصنا، فكانت فما غنية بركة فرايحي. كم هالحزن هذا منين جيك؟ والله مش مقصود أن كم الحزن ده يكون ورا بعضه يكون دفعة كده، لا هو يمكن صادف بس أن الأغاني اللي نزلت توقيتها أغلبها يكون حزيني، بس في إطار آخر عندي أغاني كتير لسه ما نزلتش، عندي 150 أغنية أنا اللي كاتبهم ملحنهم نفس الشيء، لسه ينزلوا فيهم أغاني فريش كتير وأغاني فرايحي. يعني سمعنا بس كل في قلبي دي الأغنية الوحيدة الفرايحي دي، الناس انبسطت جدا بيها أخيرا أغنية فرايحي، وبعدين أول لما قلنا هنرجع تاني الناس انبسطت برضه فما فهمتش، بس الحمد لله يعني بإذن الله الفترة الجاية هركز أكتر إن أنا أقدم ده وده وده، علشان هقول لك بسبب برضه، لأن لقيت حد بيقول لي انا نفسي اجيبك في فرحي بس مش عارف هتغني ايه، فاهم قصدي؟ فلا انا نفسي اجوز، ان حتى صحابي نفسهم اتجوزوا الفتره الاخيره، ف اغاني كلها بتفكرنا في الاكس يعني مش منطقي ابقى انت بتتجوز وفرحك او انت صاحبي او ايا كان ومش عارف اغني لك حاجه. يعني فهد الصياد المصور بتاعي ده لسه متجوز قريب ما لقيتش تغني له، واقف في فرح وكده اللي هو انا نفسي اغني لك حاجه بس مفيش حاجه تتغنى، الموضوع صعب اغني لك اتنسيت ومراتك جنبك مش منطقي. فلا باذن الله الفتره الجايه هيكون في اغاني كتير فرايحي واجوزكم كلكم باذن الله. سهريه في الحمامات اللي قال لك الليله برشا بيسوغ جو برشا. شكون جيتو؟ جينا المسلم. شكون مسلم؟ مسلم فنان حبوه برشا قريب قلوبنا برشا محلين عجبك بيان سور برشا برشا. انت اللي ضربته بالبابي مشوار؟ لا لا خاطيني انا ما نعملهمش. لا ضربته باش فسركم ما عطاوه بابي مشوار ما تبياسي عاونوه خاطر سخن لبس حوايج برشا حوايج اكس لبس برشا حوايج والله حتى انا حاس الفيست بس وغني لي على راحته هكا عندك في العرق وكا واش نعملوا يلا يلا سيفاك يا مسلم نحي الفيست ما سمعنيش شفت والله ربي حتى انا قلت له شبيه عسلامة عسلامة أنا مدة ما تقابلنيش وي توحشتك برشا أنا توحشتك يا روحي لك لباس أي لباس سرتو مع الغناء هذايا والله غناء محلي محلي على الأخر وتنسيت راهو من شنو هي صميم قلبي تنسيت كأني ما جيت والله تنسيت كأني ما جيت والله عملنا جو محلي هو محلي ما ظهر فيه بردين شوية ما نعرفش عليه بردين ولا سخون يا بنت اللي يطلب في الراجل يمسح في البابيي نفس الفيس ما فهمتش علاش ما يسألش هو زاد محلي هو عملنا برشا جو ميساج حتى كان مانيش حافظه حاله التليفون حاطه البارول كاني لما اقول بحبك كل واحد يبقى سامع Oh,
مرحبا بينا اليوم عايشك. في حمامات عايشك وبيك مرحبا بيكم. اليوم كيفاش لقيت السهرية؟ والله محلاها محلاها ما توقعناهاش هكيكة، رغم اللي مانيش حاضر. مش وقعتها معناها؟ فقعتها خطر هو غناها حزين وكل في حزين على الاخر. اما تحس اللي غنينا معاه وخرجنا طاقة هكا كومي معناها، حتى وكان غناء معناها كبي تسمى شوية، أما خرجنا طاقة 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 حزن وكل خرجت خليناها غادي مع الجو. أما محلاه والله أكثر غنية مع الجو هذيك تنسيت بيان سور. مرحبا بيك. عايشك وبيك عايشك. تفا الحمد لله عايشك. وين جيت يا مزيانة؟ والله جيت من توزر. جيت من توزر بذمة أيه. مسلم مسلم أيه. بصراحة جو طيارة على الأخر، جو مزين على الأخر، مالجري تعرف نايتو حزينين هكا، أما بصراحة طيارة صوت في الواقع طيارة على الأخر، وعجبني جو بصراحة. أول مرة تجي الحمامات المهرجان؟ لا لا مش أول مرة، حضرت الحفلة ألفا بلوندي قبل وبرشا حفلات أخرين، أما مسلم يعني بالذات أول مرة جيته بالضبط يعني أول مرة جيتون حتى أنا قلت وما يعرفش لا يعيشك لا برشا، قالكش معناها لازم نجي مادام أول مرة كعلي بصراحة. أكثر أغنية تحبها؟ أمين كان سبب. أنت قبل أسألت قلت شنو الكلمات اللي معروفة بها تونس، فشوية اجتهاد يعني معروفة برشا ويعيشك الناس كل يعرفوها يعني. الله عارف برشا بس محتاج جملة يعني، مش محتاج كلمة، عايز جملة. عاوز جملة مفيدة. عايز أقول جملة فتكون باينة على بعضها. موضوع تونس هكون موجود بإذن الله قريب، يا رب تتم على خير. احتمال ممكن كمان شهر أو شهرين أو ثلاث شهور، لسه مفيش معلومات أكيدة. مدير أعمالي اتمنى تكون قريب، لان انا لسه بصراحه ما لحقتش اشبع من تونس، لان زي ما قلت كان عندي بس 3 ايام. الموضوع كان انا بحتاج ان انا اشوف البلد نفسها، وبدور دايما على المناطق الاثريه او القديمه او الشوارع القديمه او الناس القهاوي والحاجات القديمه دي. انا بالنسبه لي دي ثقافه لا دي ثقافه الشعب الحقيقي، فما لحقتش اعمل كده المره دي، باذن الله المره الجايه اعمل كده. احنا نقول لك انت مش باش تنسى يعني، مش رح ما راح تنسى. اوكي مرحبا بيك في تونس، نورت. شكرا والله. Yeah.